لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ونبارك الشيخ أسامة فخري والإخوة الكرام الذين رزقهم الله تعالى حفظ بيت الله الحرام، وفي الشعير المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم ذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة معهم سبحانه لا تبور. أما حديثي معكم اليوم فيدور حول مفهوم أساسي رغم بساطته إلا أنه اختلت به الموازين وانحرف به الناس في الماضي، ومن باب تثبيت هذه المفاهيم حتى يعني لا تعود مثل هذه الانحرافات إلى الأمة لا بد من التذكير بها باستمرار. ثلاث مصطلحات تتكرر كثيرا في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم: الفسق والظلم والكفر. ونستطيع أن نبسطها كما علمنا شيخنا دكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى بتبسيط على شكل رسمة. فنتخيل ثلاث دوائر، كل دائرة داخل الأخرى. الدائرة الأوسع هي دائرة الفسق، والدائرة الوسطى هي دائرة الظلم، هي دائرة الكفر. الفسق هو الخروج مع المراوغة، خروج مع المراوغة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا خمسة بواسط، الفقر والحية، يخرج ويتكلم يراوغ. فالفسق من هذا المعنى نهج من أوامر الله، خروج على أوامر الله، ليس بالضرورة أن يكون كفرا، قد يكون كفر وقد لا يكون كفر. لذلك عندما نتخيل الدائرة الكبيرة دائرة الجسم في داخلها في الوسط دائرة اسمها دائرة الكفر، ليس كل فسق كفر، هناك فسق خارج دائرة صغيرة، فالمعاصي والانحرافات هذه كلها نسميها كفر، كما أن الكفر نفسه نحن نسميها فسق، كما أن الكفر نفسه يسمى فسقا لأنه داخل دائرة الفسق. الدائرة الثانية هي دائرة الظلم، وكل ظلم كل ظلم فسق كذلك لأنه موجود في دائرة الفسق، لكن ليس كل ظلم كفر، وهناك ظلم هو من أنواع الكفر، وهناك ظلم ليس كفرا. فعندما يظلم إنسان إنسانا آخرا يسمى ظلما، لكن عندما يظلم نفسه بأن يرفض الاعتراف بأن الله خلقه فهذا ظلم عظيم، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أشد أنواع الظلم، ظلمت نفسك بأنك كفرت بنعمة الله وكفرت بأنه خلقك، فالظلم فيه كفر وفيه شرك، لكنه كله انحراف وخروج عن منهج الله عز وجل. الذي يظلم الانسان الاخر فسق عن منهج الله عز وجل. هنا هذا المفهوم يجر الى مفهوم رئيسي اخر، وهو ان الناس في تقسيم الاسلام نوعين فقط، الناس نوعان، مسلم وكافر فقط. والفارق بين المسلم والكافر هو أن المسلم من نطق بالشهادتين. إذا نطق الإنسان بالشهادتين فيسمى مسلما ويعتبر من المسلمين، يجوز تزويجه ويكفي مبادرهم وتؤكل ذبيحته إلى آخره. حتى لو كان كافرا في قلبه هذه هذه عند الله عز وجل. فقد يكون مسلما ومن أهل النار. كيف؟ المسلم ينقسم نوعين، والكافر أيضا ينقسم إلى نوعين. المسلمون قلنا قاعدة بسيطة جدا، بسيطة جدا ما حد يلعب فيها، الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يسمى مسلما. ثم داخل هذا الإسلام نوعين، مسلم مؤمن ومسلم
منافق. المنافق هو من انواع المسلمين. قالت الاعراب امنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلموا. فهم لم يؤمنوا، لم يدخل الايمان، ولما يدخل الايمان في قلوبهم ما استقر الايمان في القلب. فالانسان مهما فسق، مهما ظلم، ما دام قال لا اله الا الله محمد رسول الله ما نعتبر كافرا. قضية التكفير هذه قضية خطيرة جدا، وسببها في معظم الأحيان هو الانحراف في فهم هذه المفاهيم. لما نقول مسلم منافق، المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه كانوا يصلون في المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم صلاة الجنازة، وكان يدفن في مقابر المسلمين، وتؤكل ذبائحهم، يعامل معاملة المسلم، مع أنه منافق من أهل النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن هذا حكم الله عز وجل. نحن بشر لا نتأله، لا ندعي الألوهية، لا نتأله على الله عز وجل. فالذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا معاملة على أنه مسلم. إذن هل كل مسلم سيذهب إلى الجنة؟ لا. هل كل واحد نطق بالشهادتين سيذهب إلى الجنة؟ لا. أما قضية التكفير أنه فعل أفعالا أو قال أقوالا بعد قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه ليست لعامة الناس. ما يجوز أنت تتعامل مع إنسان يظلمك تقول عنه هذا منافق. كلمة منافق يعني كافر. منافق معناها باختصار أنه لا يؤمن بالله. هذا معنى المنافق. هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه، لكن في قلبه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول. فلا يجوز لأحد أن ينطق بهذه الكلمة لأحد. طيب ماذا عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا علامات ولا يعطينا حكما. آية يعني علامة، هذه علامات على أن هذا من فيه خصلة من النفاق. ولذلك في الحديث الآخر: من كانت فيه من كانت فيه عندهن ففيه خصلة من النفاق. فإذا واحد عاهدك وغدر ما يجوز تقول عنه منافق. تقول ممكن تقول هذه صفة من صفات المنافقين، ما يجوز تقول عنه منافق. يا اخواني يا اخواتي، كلمة منافق يعني كافر في قلبه، وإن كنا نتعامل معه أنه مسلم. الكفار كذلك نوعين. الكفار نوعين وليس نوع واحد. كفار ليس لهم كتاب، والكفار عندهم كتاب. الكفار الذين عندهم كتاب نسميهم أهل الكتاب. هل هم كفار؟ نعم. واضح جدا في القرآن الكريم الحديث فيها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فإذا أهل الكتاب ليسوا مسلمين. ونحن عندنا الناس نوعين، يا مسلم يا كافر. فكون من أهل الكتاب فهو كافر وليس مسلم. لا تجوز ذبيحته ولا يدفن معه إلى آخر الأحكام الفقهية التي تنطبق. قد يكون أفضل من المنافق اللي هو مسلم، قد يكون أفضل منه، لكن مع ذلك هو من أصناف الكفار. ففي كفار من أهل الكتاب، وفي كفار ليسوا من أهل الكتاب. الكفار اللي من أهل الكتاب لهم أحكام فقهية خاصة، يجوز أن نأكل من ذبائحهم، يجوز أن نتزوج نسائهم إلى آخر الأحكام. بينما الكافر الذي ليس من أهل الكتاب فهؤلاء لا يجوز أن نأكل ذبائحهم. تذهب إلى اليابان، هؤلاء ليسوا أهل الكتاب، ما يجوز تأكل من ذبائحهم. بينما تذهب إلى أمريكا، هؤلاء أهل الكتاب، لا يجوز أن تأكل من ذبائحهم. المسألة فيها أحكام فقهية. طيب هل سيذهبوا إلى النار كلهم؟ نقول المسلمين نتعامل معهم على المسلمين، لكن ليس كلهم في الجنة. بعضهم يذهب إلى النار، بعضهم المنافقين يذهبون. طيب هل الكفار كلهم يذهبون إلى النار؟ هنا في شرط رئيسي جدا،
جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا دخل النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى شهور. الشرط الرئيسي هنا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سماع صحيح. وإن اشترط العلماء ما هو سمع النبي واحد اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما سمع سماع صحيح، سماع ببيان. فإذا سمع من يثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ومع ذلك كفر، هذا إيه؟ إحنا ماذا نقول؟ يستحق النار. ما نقدر نقول عن أحد أنه يذهب إلى النار إلا من جاء عليه النص. أبو جهل جاء عليه النص، أبو لهب جاء عليه النص، فرعون جاء عليه النص. ما نتجرأ، ما نتأله على الله عز وجل، نقول الكفار يستحقوا النار، المشركين يستحقوا النار، أهل الكتاب الذين وصلتهم الرسالة وكفروا بها يستحقوا النار. طيب أهل الكتاب الذين لم تصلهم الرسالة، هؤلاء لا ينطبق عليهم هذا الشرط. هذا أمرهم إلى الله، الذي ما وصلته الدعوة أمره إلى الله هو الذي يحكم فيه. لكن هل نتعامل معه تعامل مسلم؟ لا، هو ليس مسلم لأنه ما نطق بالشهادتين. شوف على بساطة هذه المفاهيم وأساسياتها، لا لا نختل عند الناس، بل اختلت عند التابعين وأتباع التابعين. الحسن البصري كان إمام من البصرة، واحد من أعظم أربع علماء في العالم الإسلامي في ذلك الوقت، أربع علماء في العالم الإسلامي. فكان عنده واحد من تلاميذه اسمه واصل بن عطاء. فجاء الحديث عن مرتكب الكبيرة الذي يشرب الخمر، الذي يزني، الذي يقتل، الذي يسرق، هذه كبائر، كبائر مجمع عليها ومتفق عليها. هذا الذي يفعل الكبيرة ومدمن عليها، هل هذا مسلم؟ هل هذا مؤمن؟ عندنا الحكم ما هو؟ أنه مسلم لأنه نطق بالشهادتين، لكنه مسلم ظالم لنفسه ومسلم فاسد. ما نقدر نقول عنه كافر لأنه نطق بالشهادتين. فهذا الأمر على بساطة فيه أشكل على واصل بن عطاء، فرفض كلام الإمام الحسن البصري. قال كيف تقول أنه مسلم؟ هذا ليس مسلم، هذا كافر. قال كيف تقول أنه كافر وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ سببها المنطلق الفكري، كل الأمور